تعرفنا حالك؟ مرحبا، أنا دكتور أحمد القواسمة. دكتور، ما الذي يحدث؟ كيف هي الإصابات؟ كيف تقيمونها داخل المسجد الأقصى؟ هل وصلكم أي إصابات خطيرة؟ حقيقة بناء على النداء العاجل اللي توجه لنا من الطاقم الطبي في القدس ككل، توجهنا بشكل عاجل لساحات الأقصى. سمعنا في حالات إصابة في الرأس، في الصدر، حالات نزيف، حالات احتباس هوائي، نيموثوراكس بالصدر. هذه الحالات لازم أنت تعالجها بالمكان. فإحنا كأطباء حاولنا الدخول للأقصى أكثر من مرة، تم منعنا بقنابل الصوت والغاز والمطاط، وإحنا هون مش متحركين وبنطالب بالناشد لحقوق الإنسان صليب الأحمر التنسيق بدون تنسيق بإدخالنا بشكل عاجل، لأنه ممكن أنت إجراء بسيط بدون ما تستنى أنك تحول هذا المريض للمركز الطبي أنك تنقذ حياة في المكان. دكتور، يعني أنتم تحملون بطاقات أطباء ومنعتم من ذلك أيضا؟ نعم صحيح، احنا بطاقة اطباء طبعا، انا معي سماعاتي وطبعا باللغة العبرية، كمان حكيت معهم باللغة العربية، فهموني على جميع الاصعدة، تم منعي بشكل قمعي يعني، وفيش مجال للتفاهم برا فيعني ما كان في مجال للتفاهم معهم. دكتور، في حالات حرجة وصل لديكم؟ حرجة انا بعيني ما شفتش، بس كما نسمع من الشباب من الداخل او المصلين او الجرحى انه في حالات تستدعي العمليات والتدخل الفوري ونقلهم للمستشفى باقصى سرعة. طب دكتور، هل ربما ستسعون للدخول باي طريقة من الطرق، او انكم فعليا ستواصلون العمل الانساني من هذا المكان عند باب الاصباط؟ احنا والله يعني 4-5 ساعات احنا صامدين على باب الاصباط، اي حالة نقدر نساعدها خارجي، حالات اختناق، اصابات بسيطة، يعني ما شفناش حالات حرجة بالخارج، بس كما سمعنا من وسائل الإعلام الحالات اللي في الداخل تستدعي تدخل طبي، وأنا بطالب كل الاحترام لطواقم الإسعاف، كل الاحترام لطواقم التمريض، الأطباء لازم يكونوا متواجدين داخل، لأنه أنك تأخذ قرار هذا إشي خطير، ممكن أنت بإجراء يعني إجراء عدم معرفة كاملة أنك أنت تأدي حياة المريض للخطر، لازم الأطباء أنهم يدخلوا، أنا بناشد الكل. طب لو وجهنا لربما لمن يستمع لنا رسالة في الذي يحدث في القدس، ماذا تقول؟ والله أنا بقول إنه يعني كل العالم العربي والإسلامي كلهم بيتفرجوا على اللي بصير، يعني طبعا هم في صمت كالعادة، بتمنى يعني لو بالكلمة إنهم يدعموا القدس وأهل القدس ويكونوا معاهم، يحاولوا يوفروا لهم كل سبل السلامة والمعدات الطبية لإنقاذ الأرواح، وإنهم يعزوا صمودهم في هذا البلد، يعني عمال البلد بتروح من إيديهم، يعزوا صمودهم ولو بالكلمة.